لو جابوا لي كنوز الارض مش هيتسوي ظفر بنتي اللي راح. انت يا رب طلبنا مليون ولا طلبنا 10,000 مليون. روحوا قصاد روحها، احنا مش عايزين فلوس. زي ما شفتم كده في اول الفيديو، دي كانت تصريحات سابقه لاسره نيره اشرف بنت المصوره اللي انهى حياتها زميلها محمد عادل وقضيتهم هزت الراي العام المصري. وقتها في اول القضيه تقريبا اسره البنت نفت وزعلت جدا من كل اللي قال ليهم يطلبوا تعويض عن اللي حصل لهم، وخلال الساعات اللي فاتت طلعت نفس الاسره بتطلب تعويض 10 مليون جنيه واعتبروا ان ده جزء من حقهم. يا ترى ايه سبب الموقف الغريب ده من اسره نيره؟ وهل ليهم الحق فعلا في طلب تعويض ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. موقف غريب وعجيب من اسره نيره اشرف، البنت اللي خلص عليها زميلها محمد عادل امام جامعه المنصوره، واللي اخد حكم من كام يوم بارساله العشماوي. الاسره النهارده تقدمت عن طريق المحامي بتاعها بطلب تعويض خيالي بلغ 10 مليون جنيه، باعتبار ان ده جزء يعوضهم عن الضرر اللي حصل لهم. خبر التعويض اعلن عنه محامي اسره نيره اشرف، واكد انه تم رفع دعوه التعويض بمبلغ 10 مليون جنيه ضد المتهم محمد عادل بعد ان تم رفض الطعن على الحكم، واعتبر ان التعويض ده جزء بسيط جدا من الاذى اللي تعرضت ليه اسره نيره اشرف، وقال نصا: هما بيقولوا اخد زهره حياتنا واحنا عايزين 10 مليون جنيه تعويض. السؤال بقى، هل الاسره ليها حق فعلا في طلب تعويض ولا لا؟ وضح خالد عبد الرحمن محامي اسره نيره اشرف انه يحق لاسره نيره اشرف طلب التعويض، وانه في حاله تنفيذ حكم عشماوي على المتهم تعتبر والدته هي الوريث الشرعي ليه، ويستوجب عليها سداد التعويض عند اقراره من القضاء. واكد ان الجريمه ثابته وموثقه، وقضت اعلى محكمه مصريه بتأييد حكم عشماوي على المتهم علشان يكون عبره وعظه لكل من تسول له نفسه محاوله تكرارها. طيب لو اسره محمد عادل ما قدرتش تدفع قيمه مبلغ التعويض، وقتها وعلى حسب كلام المحامي سيتم اخضاع والده محمد عادل للحبس لحد ما تسدد قيمه التعويض. الغريب واللافت هنا، ليه اسره نيره اشرف غيرت رايها بعد ما كانت من فتره رافضه تماما فكره طلب التعويض وغضبها بشده من كل الكلام اللي طلع انهم ياخدوا تعويض؟ ووقتها كان الكلام على 5 مليون جنيه والبعض وصلهم ل 20 مليون جنيه. اتضح ان الموقف الغريب من اسره نيره اشرف يرجع لام المتهم نفسه، وحسب كلام المحامي خالد عبد الرحمن فاسره نيره زعلانين جدا من والده محمد عادل، لانها طلعت في اكتر من مره تتكلم عليهم وعلى بنتهم وانها السبب في الجريمه، واتهمتهم انهم مضوا ابنها على وصولات امانه وهددوا بيها. الحقيقه ان والده محمد عادل فعلا طلعت اكتر من مره تتكلم عليهم، وزي ما وضحنا قبل كده فهي شايفه ان ابنها هو اللي ضحيه نتيجه الضغوطات اللي فرضت عليه. طب هل التعويض ده هينقذه من عشماوي؟ بالتاكيد لا، ده تعويض لاسره نيره اشرف، لكن مع ذلك هيفضل الحكم اللي على محمد عادل مستمر وهينفذ فيه. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعرضنا ليكم آخر تفاصيل قضية نيرة أشرف ومحمد عادل وطلب محامي أسرة الضحية 10 مليون جنيه تعويض للأسرة من والدة محمد عادل. انتم بقى شايفين ان أسرة نيرة ليها الحق في طلب تعويض ولا ما كانش ليه لازمة وكانت اكتفت فقط بالحكم اللي صدر على المجرم؟ شاركونا في التعليقات.